بسرعه خلاص عاد يلا عاد لا تطولونها يلا عاد مات مات نقول ان شاء الله انه مات مات الحمد لله بذر خلاص بذر الله ما عاد اشوفك السلام عليكم حياكم الله يا اخوان في الحلقه الثانيه من تختيم ريزيدنت ايفل 4 كلاسيك طبعا يا جماعه الخير ان شاء الله ان الصوت الحين تمام يلا يا رب انه مضبوط ما يكون عالي يعني مره اعلى من صوتي طيب طبعا في الحلقه اللي راحت خلصنا اول شابترين ونص من اللعبه اوكي وحاليا وصلنا لمنطقه البحيره وظهر بنقاتل ابن الكلب سمكه في ذا الحلقه سمكه والعملاق فايب طيب يا الله من فضلك وين حنا في وش سلم اوكي يب يب المنطقه الجايه هي البحيره ويقبل الظاهر بنعو ايش ام السنسيفتي عاليه حقت الخريطه الليل اوكي ذكرت المنطقه هنا الا صدق هنا بنلقى لا والله ما في كنت اتوقع ان بنلقى الحمالقه يا ساتر الحين خلونا نستعد لانه بيجحفلنا في اخر شيء يا رب يا رب واي وذا مو باي اي الله ياخذك اوكي هاشو هاشو هانيستا يا ولد وش البكسلات ذي اللي فوق يا هي تقهر يا نيستا الله ياخذك اوه دقيقة دقيقة هذا ذيبان لا لا مو اوكي يلا منك شو اسمه ذاك حفرة حفرة الاخي وقع فيها اي اهيطلو يا اخي كلماتهم تنحفظ يا ولد ما الله يشغلهم المشكلة عديتها نستفيد منها في الصدق كلها سبات تدرون يا اخوان ان كذا شكل سلفادور ابو منشار كذا شكله ترى شكل عادي يعني ما مدري ليه الناس متوقعين يعني ستيف حق ماينكرافت اسلم يا الجيش دقيقة دقيقة هل تتوقعون اني بنحاش؟ والله يمكن بس لا مو بنا لينحاش اعوذ بالله اعوذ بالله مو بنا لينحاش بنشوف العيال ايه رايك طعم الصاخه ماخذين جثمانه عشان يعشون به الوحش هذا الظاهر اللي كان يشخ اوكي من اللي بيذبح يتر من اللي بيذبح اهم شيء كاتبين بوليسيا بوليسيا من اللي بيذبح يتر ذا بيست اوف ليك اوكي يلا يلا عاد يلا لين لين خلص علينا خلاص شفناه طيب يا اخوان قبل ما نحرك في حركه ودي اسويها حركه زمان كنا نسويها في اللعبه كنا نرخرش اذا سويناها هل شالوها من نسخه البي سي ولا بسم الله اذا نبي نصيد شويه سمك من هنا اوكي تعال يا سمكه اوكي انا قاعد اطير رصاص حرفيا ما ماني قاعد اصيد لا والله طب شلون بنصيد يعني شلون بناخذها الله ياخذك ليه مسوي نفسك مخرش يزيد والله اني خرجت الله ياخذ توقعت انه بيجي بس ما ادري متى هذا ويش والله يا البحيره صغير يا ولد حقه الكلاسيك وين الريميك يا ولد والله كانت كبيره جاك بتركب جاك جاك يا ساتر ايش بلا هذا كذا يا ليون حط مرسه هالمرسه بعدين شلون مرسات في قارب صغير اسلم يا ساتر كم لسان عنده كم لسان عنده هي نطلت من نفسها ما لنا دخل حنا السلام يلا عاد تعال ابن الكلب انا انا اوريك انا انثر دمانك اليوم يا ابن الكلب اصبر انا انثر دمانك عاد هنا احس اسهل يعني يعتبره يا سطره اوكي يا امري النص بسرعه طلع طلقه طلقه بس لعيون الجماهير الله ياخذك تكفرك ارك ارك ليون ليون كندي ليون امريكي امش شد يا عمري السباحه يا ساتر خسي يا الاولمبي هالمره عرفت لك الحين لف يمين يعني اتوقع شيء واضح او يسار ما ادري والله اوكي يسار يسار دائم يسار اذا جينا هنا يسار بسرعه عاد ليون الله يقطع ابو الحواله هلا خذ خذ اوكي يلا عاد الله يطولها غثيث
قتال الزفت يمين بالله يا عمري يا لتشذي. السلام عليكم. اقطع العيون. يلا يلا الحين بيعطيك المربعات مدري الاكسات. قطع كت كت كمون كت ذس شت. اوكي بس هالحين ارقد ما عاد في شيء خلاص ما عاد حولك احد. كم عمق هذا البحيره يا ولد؟ انا صدق اطمح في ذا الحلقه اني اوصل للقلعه. احس انه تو ماتش ولا والله ما ادري. يعني وحش العملاق وحش البحيرة ومنندز او مندز بس صح؟ ما في بوس ثاني ما ادري والله او في ما في مناطق ثانية يعني. ايه هنا اللقطة يوم ذا صح؟ يوم ينصاب الحبوب حرفيا كل شيء اكشن لازم كذا نفس حركات الاكشن مدري نفس حركات الهنود. تصدقوا ليتني في حلقه راحت سويت كذا ما ادري والله. المهم جو هيت لو انا وش كنت اقصد بحركات الاكشن وكذا انه يعني حتى الطيح لازم كذا نفسهم لا رموهم برصاص وكذا نفس الشيء. كي واضح اني ودي اسولف. سلم حمرت عيونه هذا. ايه الفيروس قاعد يفيروس يا ساتر البلاغة. شوف العروق انت بس قاعدين يدخلون لعروقك ولا انا يا بيتي. يا اخي ما تلاحظون ليون قصته نفس ليفاي والله نفس القصة حرفيا الخايسة. اللهم انه اشقر ذا بس. طيح طيح هانيجن ما منت فايدة كالعادة ايش تبين؟ الله الله كان نايم الرجال نايم ست ساعات. Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. صدق. Consciousness. Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm going to continue my mission. والله صوته الاول يا اخي جامد ليون. تدرون الصوت الاول مؤدي الصوت هذا اللي الحين موجود هذا هذا حق ليون. هو مؤدي الصوت حق البياع في الريميك. يا ساتر ليه لحسة المخ؟ الظاهر عشان حقه ذاك مات. انا كان صار مهم مخبى في الشلالات اذا كنت قادر ان احصل عليه فقد تتمكن من اخراج ايشلي. ايشلي طيح خلاص تلميح اقوى من كذا عن ايشلي ما فيه. سلام. هنا بيتحولون اول. يا ليل الليل الله هنا بلبلش يبينا نستري اليوزي بيفيدنا والله. بيرا بيرا هنا اول بيرا بيرا ها اسلم يا خوي عاد ما انت قوي للدرجة يعني مستحيل انك قوي مستحيل انك قوي للدرجة يعني خلاص همهم شلون يا خوي الله ياخذكم يا شيخ والله توقعت الا شوي. طب قاعد اطلق عليه تو وراه يلا اللي ودكم طن. نسمع الصوت يا ولد ماخذينه من افلام كرتون. بسم الله اذكر كان ما كان يمدينا نمشي من اول. طيب وش الفائده؟ عشان تحرك البكره ذي والبكرات الباقيه و ينزل السد و وش الفائده؟ عشان نقدر اوكي اذكر ما كان يمدينا نرقى. يا اخي المشكلة هم اذا رسبنوا يرسبنونهم باعداد هايلة تغث. عاد الحين معدود يوه يا البلشة. لازم لازم اشتري الاسم جي والله. عاد معي رصاصة يعني بيلي اشتري. جاك ابو منشار ما جاء غريبة. نستنى العيال كلهم جو. يلا يقطع من الشغلة يا شيخ. يا رب ما يجوا من ورا عاد بلا زقاقة. من ورا يقصد هنا. خلنا نتصيد لهم من هنا. يا الله منك هلا بالعيال والله هنا تصيد اسهل يموتون هنا. يا ساتر صح النوت وما يجيني بس يلا فكه بس معقوله قضينا. اي طب اللوت يا رجال طز من يهمها اللوت. حلوه وجبنا القطعه
حصلت على الشيرة المستدينة. همم وليهم فتح ذا بيت هانيغن الله يشغلت. I've obtained an object that resembles a cult. الطائفة الدينية. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. يلا. الحين من الرئيس حقهم على وقتها؟ الظاهر إنه جورج بوش. لا جورج بوش يوم الثمانينات أتوقع. أوه جون إف كينيدي. لا هذاك مات يا رجال في سنتين. من أجل؟ يلا ما أدري. الحين بنقاتل الذيبان أتوقع. حلو كويس نعت. أعطاني فلوس المرة. طيب طيب الغربان ما ودهم يرجعون ثاني مرة. يلا الحين بيجيك الهيس بيجيك. جاك 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 يا ويلكم ويلا يا ويلكم ويلا. انتم بي يعني مو بين الحالي. يوه يا حلالهم ربطينا موسى كذا يتكلمون بدون عصبية طبعا يطولك موسى موس موس. اوكي يا ويلكم ولا يا ويلكم ولا جاكم الغول. هذا غول مو بعملاق يا ولد. يا ويلكم ولا بالله شقهم. انا عشان كذا ترى طبعا شريت سنايبر عشان ابن الكلب ذا بالتحديد يعني. يا ساتر والله يا هو والله يا هو شخطهم تشخيط. لا تبقي فيهم ولا واحد مره شق ابو صليع هذا. اما عاد ليون تعقب يعني عنده حركات اكشن وكذا. ما اول شيء نبي نلوت البيوت لان البيوت فيها لوت ابن كلب. طيب طيب انا ليه بلوتها من اول؟ ما ادري والله. ولان ثاني شيء اشيل البيت. طيب دقيقه لا ما تشيله وانا فيه اصبر علي. اسلم هذا هبد البيت ما شاله. حجي اصبر. يا ابن الكلب لا تايط. احس اني دغدغتك. الله ياخذك الله ياخذك. مسرح مسرح فخاصنا مثلا شربط بس يلا. اوكي هالمره جيت وانا ملوت وانا مهيل عشان ما يذبحنا من طقه واحده. من طقه واحده قصدي. طيب شيل البيت شيل البيت حجي شيل البيت. لا لا قلنا شيل البيت ما قلنا ابدا. طيب اصبع في بيت ثاني بدي الوت الصراحه 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 يعني اذا ما هذا اوه بيعبد البيت. طيب اخر بيت اخر بيت. لا تعبد يا ابن الكلب. شال البيت كان يشيله والله. اسلم ايش جاه ايش جاه. الكلب الكلب بيجي حاي انا الحين رجله تدمي. يا ويحي كافو يدك بيشغله حرفيا. اهينا والله يا هو غول. حي ذا يا الكلب والله انك ذيب ذيب. ما انت بتلب. اي هو ذيب صدق يعني من قال انه كلب يعني. اوكي والله اني انا الكلب. اسمع اسمع اقول لكم اقول انا لكم ورا ما يقض عليه الكلب. اوكي طلعت الازرار كذا فقت ما الامه داعي. طيب حول حول على ذا شكله من مدبجينه يعني. اوكي يا اخي ما من امك فائدتك تناظر فيا الكلب. بعدين اسرع تقلب في المزاج يا كلب يا كلب فزعتك. هذا للحين يلحقني يعني بسرعه شق. اوكي دقي كمون دقي ما قشت البيت خليه يقشه. بسم الله خذ 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 يلا طلع الدوده get out. والله لو اني اطلق عليها بالشات قلنها بركلي. المشكله على طول تخطي على طول يطلق ما في. خلاص اخر وحده خلاص عاد اما اربع يلا يقطع من الشغل. اوكي استجلت شوي. الله يا قش هيلنا وقش رصاصنا وقش كل شيء. هو سره ذا الوسخ. يلا هيك مت. يا ساتر والكلب زبن خلاص بعدين بشايفينه. اوه هيت لو اوه هيت لو. الحين بيعلمونك شلون جاء وش ذا ارد روك بلي. اوه هذا تروفي مدري اتشيفمنت حلوه. شيطان ذا؟ اوه
15000 ذي ولا 1500 اوكي شكلي ما اشوف انا 15000 ولا 1000 الظاهر اوه والله 15000 يا هي كره ذا اللغز الله يقطع ام الشغله اوكي يا الله من فضل اوه الحب تجينا الغثيثه يا الله من فضلك الله البلجه صدق الله البلجه صدق طيب بسم الله the first time Ashley don't come Ashley hey take it easy no get away calm down everything's going to be just fine يا اخي والله خط الترجمه رهيب طالع كذا مع كنا حق اللعبه نفسها what my father my father and I have to get you out of here now come with me يلا يلا شمعنا Hi, Hannigan. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Oh, the chopper. The extraction point. هلا يقل هذا الشوبر صدق. The trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. I'm on my way. All right. طيب طبعا اللعبة ما كرشت أبدا أبدا ما كرشت الله ياخذ يا أخي ليه يا أخي مشكلة اللعبة في ستيم يعني ما نبقى قاعد نلعبها على محاكي ولا شيء الله يقطع ملعة طب اللي فيه طيب بعدنا الى ما حيث كنا اوكي الله يقطع الشغله هنا كرشت اللعبه طيب طيح يعلمون طيح وش التحكم كله زر واحد وكتش يعلم كلام سكته ولا خلاص طيح ويت ايش لي I'll take the girl oh Jack who are you Jack الهيس if you must know my name is Osmund Sadler Osmund the master of this fine Fine. What do you want? I'm with the Knesset. Fine. Demonstrate to the whole world our astounding power, of course. Mm-hmm. No longer will the United States think they can police the world forever. So we. الحين هو مو من إسبانيا شو اسمه ذا سالزار سادر. ما من إسبانيا أتوقع يعني مو من ذا القرية. من برا بس ما يا أخي مشكلة ما يشرحون وش القصة. اه اعوذ بالله يا الوجه يا ساتر كل عين في قرنه I think they shot something in my neck اشتراها بس ما هي صح وقال We just planted her a little Pletcher Oh there's going هذه وراها تنفض اللي فوق when she returns home to her loving father But before that I thought I might bargain with the president for some donation Donation, huh? Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Mm-hmm. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you some gifts. صح ما أدري. When I was unconscious. Unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppet. يو يا رجل هو ما فقى سوى لي صح كان You'll do as I say I'll have total control over your minds Don't you think this is a revolutionary ثورية. Way to promulgate one's faith Sounds more like a هي لك تو لبس اساسن كريد اللي لابسه سلام جوك الرهبان كلهم لابسين لبس اساسن كريد العب لازم حركات الاكشن طبعا لا غنى عنها. Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. والله هي منول مشاهبة يا ولد مقارنة بالريميك. يا ساتر يا الفرق. أما قضينا من الشاب. الله ايش؟ الله! في استراتيجية مدينة سويها واللي هي الهجة. بس ما أتوقع إنها بتنفعنا حاليا ولا؟ Leon, shoot those barrels on that wagon. يا الله الواجن! واجن! واجن! لا يا حمار اوه يا اللوت خلاص بنذبحهم الله شو نسوي اذا تعلق الامر باللوت يعني ما نقدر نمشي واحد يعني محتاج اسلم ويجن لا 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 انا لله وانا اليه لراجعون خذ مات لب الشدقن بسرعه
اوكي يا اخي لا يقطع الكاميرا ليه مرفوعه فوق ايش الكاميرا الزفت ذي تعال دي تعال بسرعه دقيقه اطلق على ذولي ولا يرجع مدينتي خلاص طز ها الهجه هذا الغبنه بس اما داخلي من بياره يا ساتر والله يوم غيرين اشياء واجد في الريميك كنا يعرف ان هذه اخر مره بنشوفها اتوقع في القريه يود ما عندي اشياء ابيعها ورا ما يعطونا تماثيل ولا شيء وري اولا بالعيال هلا والله بيع الزفت ذا اللي معي وينه بيع كم جي اما 22000 بس والله توقعت يعني 200000 ذا الله هات ديبان بس بالله زود لي فيه الفير ريت اذكر غثيث من هالناحيه خله كذا What are you buying? اصبر بسرعه تطلق النار تكفى يرحم امك الله ياخذك طب دقيقه هذه ابيعها صح لا والله انها عين اوكي لازم اركبها في ذاك التمثال صز والله اوكي دقيقة بس ابلش ايش كان اسمه راعي المروحية مايك طيب الحين اللي في بالي مالكم صح؟ يب جو عيال الحارة العكيد ابو شهاب وعبدو والعيال ابلش والله يا قال ذبة زفت بعد ما ترجمها المترجم يعني ما كان ودي يترجمها اوكي هلا جاك سندباد بلبسه رخيص يو وجهه يا ساتر اهين ام الترجمة اوكي والله الترجمة مشفرة الحمد لله اعطاك صواريخ يا ساتر might want to introduce herself first. سوي ما يعرفها. اي صح ما يعرف. هي ابنت الرئيس الامريكي. الحين هو ليونا كندي هو في كندا المفروض. فوش جابه لامريكا؟ صح ان امريكا جنب كندا بس يعني. يلا العيال جوك وانت قاعد تسولف. مشينا بس بسرعه بلا هرج واجد. ابلش سك الباب. شلون سك؟ اخر يا ابوي صار فيك كثير ويخلص اخر يا ابن الكلب الله لا يوفقك قلامين لا قلامين تكفى قوه يدرا ابن الكلب مسكر الله ياخذه الله يخرشك لا يا حمار اوكي اتوقع انه يكفي ما يحتاج والله المنطقه هنا اسهل يا ولد من الكلاسيك من الريميك ريميك ضايفين لك اماكن غريبة. اوكي. هل تذبح اللي عندك ولا بذبح اللي عندي؟ لا يا ولع. يلا مناك. وش اعطاني ذا؟ يوم يقول يوسلس. دبل شلوت. لا 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 سلام يا ساتر يا ساتر. الله ياخذك. انت مت انت لازم انت انت فانت فعليا لازم تموت هذا اللي رقوا من متى هيا عيال الكلب ما طلعوا كاتسين رقيتهم يعني يا عيال بموت ابي هيل هنقلع يا المخرس وانت انقلع هنقلع هنقلع بموت تكفى اقرا اروح ما ابي رصاص وفر رصاصك انتم قلعوا هيل بس هيل النادر اوه سلام يا شطفه هنقلع والله شكلي بقعد كل شوي هنقلع هنا يعني لما يفرجها الله تكفى هيل يا ابن الكلب ما يمدي استخدم ذي الله ياخذنا هذول لكن ارجعوا بس اقول انقلع بس ما بقى الله الله يقطع ام الشغله اخر منك طب وكذا ما يجينا لوتو مش الفايده انقلع يا شيخ انقلع الله يدو خلاد هو اصلا لازم نشغلهم لين ما ذا ينتهون طح
حلوه لقينا هي خلاص بس الحين استلمهم على راحتك اقعد عند الدرج لين ما يقضي الوقت بس اقول انقلع يا ابوي انقلع انقلع جوك الربوع يا ساتر جوك جوك اصبر انقلع بس طب اسمع 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 خبيه والله الشد كان بيفيد بس هذا بيفيد اكثر يلا منك اي والله انك الدين اللي بوحده ما منك فايده اصبر اصبر العيال العيال نسيتكم كفو حياك الدرج ما ادري السله ماخر بس يا رب بهذا الطريقه والله انها جامده لا 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 ما نبي ما نبي نضيع هيل بس هم قابل نضيع رصاص ماله رصاص واجد انتم ما انتم راقيين خلاص لا تمشون عاد اوكي يا ساتر اهم شيء دنك يا عمري التيمورك اللي وراك طيب ايش وضعك اوكي قضينا الحمد لله اهي ام الخطه الجامده يا شيخ والله انها جامده تك هرب السلم كل شيء مدري احد انطلق The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. يمكن. I forgot something. You guys go on ahead. هيبك. لويس. أهم شيء المسدس. شو شلون حاطه؟ الله ياخذك يا شيخ. طيب طيب يا هي الشابتر الغثيث. يا رب إني مدري. أسلم أسلم. بناخذ فرة ثم أبلش. لا تصدق. والله إني ما ودي أجي من هنا. ولا هو ما ردنا بنجي من هنا. يا شيخ والله اني ما بيجي من هنا تذكرتها هنا في ام يشار مدري زوجة ام يشار اليمنى اليمنى اثنين مو بواحد مدري مو بوحدة اتوقع ما ردنا يعني بنمشي من ذيك الجهة والله مو بمرة بس يلا ليه الكاميرا كذا ليه لا يشغل العدو جاك جاك ولد عم ذيبون في المود حق المكسيكي يخلونه شو اسمه مبرقع اسمع اقرب يا بنت الكلب هوبا انا اجري يا ساتر مات مستحيل ما مات ما مات سكي هذه الهاء تكفى والله ما دريت ما دريت لا 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 تعود مربلي ماتت ذكر احس اني ذبحت من اول مره بسم الله شوف اسمع 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 اللوت بلقطة بعدين اتوقع اني اقدر حاليا ما ما ماني مهتم الصراحة اذكر اني اقدر عاد بالزقاقة وين الحصى وين الحصى في حصى ثانية والله والله في حصى ثانية خلاص راحت علي هالمرة قشني انا مو بو مبي اذا تتوقعون انه مو بماسكها حطوا لايك واذا تتوقعون بيمسكها حطوا اشتراك بسم الله امسكها 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 بسم الله بسم الله يلا 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 بس ما ذبحنا وش الفايده يا بنت الكلب انت طقي في قرنها ابي ابي قاتله لازم نذبحه طبعا 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 تكفى خلنا نذبحك لحالك يعني لا تبلشنا بها خذني طبعا ما اثرت فيه بس يعني افا والله اثرت فيه ما اثرت استغفر الله اوكي لا يروح لا يروح البنت بس ابلش ابلش اوه يا اللوت اصبر 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 عطى عطى من القنابل شوي اصبر فيه 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 استغفر الله فيه لوت كمية لوت اوكي الله يشغلك ان شاء الله يا غثيث يا غثيث يعني يا عملاق مره يا وحش بحيره اوكي هلا والله والله اني احس اني بحتاجها بعدين ودي بس اجازف شوي مو بجازف يعني نختصر وقت قليلا من الوقت فقط بسرعه 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 سعود وش الزر يلا 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 اوكي باقي واحدة اخيرة المفروض المفروض يعني بلا زقاقة عطه عط بس هذا اللي بنهيها من اول هذاك حيران امش بسرعة بسرعة وش الزر
اوكي الحمد لله بسرعه خلاص عاد يلا عاد لا تطولونها يلا عاد مات نقول ان شاء الله انه مات الحمد لله بذر خلاص بذر الله ما ادري اشوفك بسم الله مشكله كلنا مدمجيني ليتها انا لحالي هلا بالعيال بص وش مكتوب دفاع القريه الاخير من الواضح انني قللت من قدره الامير الامريكي انه لا يزال على قيد الحياه اعتقد انها يمكن الانتظار حتى تفقس البيضه لكن بهذا المعدة يمكن تدمير القريه باكملها والله صدق لازم يتخاصمون السنغيره وليتنا في الوقت الحالي سنتوقف البحث عن لويس وسننصب كبير الامريكيين من الامريكيين نقصدنا احنا طيب هناك مبنى يستخدم لكشف اماكن الخونه وراء نقطه النزول من المصعد اوكي فلا يزالون بحاجه لمواجهتي ذا مندز اللي يتكلم غريبه والله يتكلم كذا برخامه حسبهم سكان القريه العاديين طيب من هنا الطريق دقيقه جل لو نجي من الجهه الثانيه وش بيصير الحمد لله اني ما جيت من ذيك الجهه اللي فوق يا رب ان في الرجعه عادي بدي نرجع من تحت هو ترى يخيرنا لان ذيك المنطقه والله الصراحه حذفت من منطقه العملاقه يعني كل صراحه فكنا يا شيخ ما نبي نرجع منها ولا نبي منها ما نبي منها اي شيء الله من فضلك الحين خليك جاهز ما انسى هذه بيجونك عيال الذين هذا هو على طول لا على طول او ما يوصل اصبر يوصل يا ابوي من اللي ما يوصل حبيبي على الحافه تراك يلا منك يا اخي والله فله انهم على طول يطيحون اقصد اسحب يلا بس كذا في شعور جامد هم يموتون على طول اوكي شوف العيال الثانيين ابلش يا رجال معي رصاص واجد افسك معك 100 طلقه نقول ما شاء الله عشان لا نفقدها كلها يعني دسره يعني بسرعه ما اعرف اي من عشان كذا يعني تعال يا ويل ويل اوكي وصلنا في تعليق قوي في ذا المنطقه اتوقع قاعد ترندر حبيبي احنا نلعب اللعبه ب 30 فريم ولا 10 فريمات دقيقه ودي اعرف خلني اشوف ها 60 فريم وين 60 فريم معي يا ولد كل شيء تقطيع بعدين ليه 60 فريم ما تدعم ذا فريمات لا محدوده حبيبي اللعبه نازله 2000 وحطبه تبي تدعم ذا اما بنقاتل هنا غريبه والله اني ناسي عشان كذا كانوا حاطين بالشلب طيب الله يستر والله اذكر كان صعب في الكلاسيك وفي الريميك يا ساتر الباب ماينكرافت يا ولد هلاب سبيرسن ما يبقى اول مره يسوونها يا اخي تخيل على وقتها كذا في لعبه فيرست بيرسن والله كان بيكون جو غير دوم طبعا لعبه فيرست بيرسن ريزنت ايفل على وقتها اتكلم يعني مو ب 7 و 8 الزبده والله يصفق فيل اعفط اعفط يا اخي شكل اللي في الريميك افخم بالطاقيه وكذا هنا طالع نسابك شوي ميرد الله ياخذكم اوكي الحمد لله سويت على اخر ثانيه ما ادري شلون ميردا ايشو استلافيستا ما نبي ذي حقتك سلام ابوك يا البكسلات كشر على نيابه الله النشبه عاد والله يا عندي الرصاص شتجن يحبه قلبه ورصاص R9 رصاص كل شيء حرفيا انت بس قل لا اله الا الله يا سرع والله ان الفرد سريع ما شاء الله ليه كنت بيطوره دقيقه لا 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 اصبر هوي ابي لوت عادي تسمح ما احتاج رصاص الله اسلام هذا قاعد يسوي تريبورت بنيابه ما ادري مو بنيابه اوكي طيب اسلام اعوذ بالله كنا صار يصير يا ولد والله يا ولد بالراحه ذا كان اسهل هذا اسهل يعني كمنطقه وككل شيء يعني اقصد لان المنطقه من اول صغيره بتموت يعني الويف الاول يعني فهمت
انا اقول نحول على الشات جن ونبدا الشغل صدق، مع انه والله مو من كثر رصاص الشات جن ما ودي اخسره. اوكي اصبر 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 يا اخي خلاص عد نسيت. اوكي يلا اخيرا يا شيخ. الحين صار صري يصير صدق، ما ادري صار فراشه مو بصري يصير. يلا عد دقيقه بس خلينا نهيل، والله ما اضمن اني ما اموت. عطنا احلى نبته يحب قلبك هي للحواله. طيب دقيقه بس، الحمد لله انك سبك، الحمد لله نقول الحمد لله. لا كل لازم اروح اطعنها. اوكي اول ما يجي منطقتك على طول داور بس كذا زي كذا. لا يا ابن الكلب لا يا ابن الكلب. دقيقة دي لا لا مو بذا مو بذا سلام. اما ذبحناه بس اهين السهولة. طيب والله يا سهل دمج اللي دمجته انا كله لاني سابك صدق، اما الباقي سهل يا ولد. يا ساتر ما معنى رصاص بلش رصاص سنايبر. والله يا وين والله يا فرق عن حق الريميك، مع اني اذكر الكلاسيك كان صعب اصعب من كذا يعني. يلا يمكن اني فنان اني يمكن اني فنان انا. طب يمكن لقيت في لوت جنب العين خذها. يلا يا حبيبي تسب يلا اطمر لينو. طيب طيب في الريميك طبعا تجي ذي بنت الكلب وتفزعنا. حلوه معنا 30,000 بدنا نطور. رصاص رشاش ماني بمحتاجه بس خلنا نبيعه. بسم الله يلا الحين بنروح القلعة. يلا يلا لا الحمد لله ماني بوكي. ويلا قضينا من القرية. بسم الله يا رجال امش بس امش امش. يا ساتر هذا حرق عينك ابو. حلو 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 هلا والله هلا والله وهلا والله. الذيابة ما معنى هيل يا عيال. ابله ابله يسار يسار بسرعة الزبلة الزبلة. هو يسار ولا لا لا داور 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 بسرعة 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 ان شاء الله المكان صحيح. اوه لازم اطلق عليه. اوكي ما دريت ما دريت. بسم الله اصبر. اه انقلب خلاص بس ما يحتاج كل ذا الطلق. والله مدخل قلعه يا ولد هنا ما اذكره. والله في اشياء واجد ناسيها في اللعبه. اخر مره لعبت لعبه يا 2020 اتوقع، مو باخر مره مو باول مره يعني كانت تقصد. يا ساتر والله شمعات كنا شمعة ماينكرافت والله نفسها. اوكي موهيلو يلا عاد طسوا وكذا انهينا الشابتر. طيب ودي اكمل شوي بعد. هلا والله اول مره ندخل القلعه. اوكي بتبي يعطونا العده حقت القلعه الاسلحه الجديده اقصد. اوكي يوه اول ما دخلت هنا تذكرت القلعه. الله لا يعودها. اكره مكان القلعه الحديقه اقصد. يكره هذه المنطقة بعد، يكره كل مناطق، شو السالفة؟ هذا كل المناطق يعني غثيثة. شوف انت خليت هنا بروح اوقع وجيهم برجع لك، فهمتي؟ عرفتي الخطة؟ واحد اثنين ثلاثة هذه. صدقون الظاهر اني لازم اديها، بفقع وجيهم بناديها وش؟ بسيطة. اوكي تفقع وجيه مين والناس نايمين. مت بس حبيبي انتم كلكم عظام وش مو مثل حق القريه يا ولد جسم ما ادري وش ما شاء الله. هلا بالهيل. طيب هنا وشلون هنا ما بدانا نشوف اول كلب سبت بنت الكلب. طيب شلون
اول شيء الله لا يبينا بس هذا اول شيء. ثاني شيء فك حط رجلك. طب هل يمدينا اكسر ذي؟ الله يشغل العدو. والله ودي اذبحهم. دقيقة في حركة يمديني اجي من عندهم ثم ارمي لهم جرينيد تصدقون؟ بس خليني اذبح عيال الكلب اللي هنا. جو هيدرو لو سيدرو كذا ينوعون لك. اصبر مبسوط ها؟ مبسوط ابو ذا. يا ويلك هلا ماني مستخدم الجرينيد العادية طبعا اهم من ذي. مبسوط ها؟ اهم شيء مبسوط ها؟ يا رب تضبط عاد خلاص عاد والله خسرنا واجد. حبيبي والله طيرنا تكفى طيرنا قراب الواجد تكفى يرحم امك. فات ما فات عقب ما تجي هنا تأيم على الغثيث اللي هنا وتعطيه استلا فيستا بس كل اختصار. ليه القروشه اللي اول كلها وبس يعني ليه التعب؟ اصبر بيجي واحد ثاني صح؟ الله يشغل العدو بسرعه. رق 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 اخلص يلا 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 والله نطفيت خلاص مره ما عاد بطاقة. مسجل الحلقه اللي راحت مع ذي يعني فما بالك. لا بس طب اللي على جنب بالله المدفع ولا قضينا كذا لا فائده منه. يلا اجل شمينا بس كذا قضينا. اي بس من يوم تموت تقولي بس. والله يا غثيثه ذا المنطقه الله يعين على القلعه عاد فيها مناطق واجد غثيثه. تعال ابن كلب تعال. ما ادري عاد معي شيء مهم اصلا عشان اعطيك اياه ولا. What are you selling? Got some rare weapon. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Not enough cash. أقرب من القلب. Come back anytime. بسم الله. نبي سيف. أوه الحين ديبان صح. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected to the Lothlumina. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. Zilla. I have an idea, Leon. ترحيب حار. What? السلام. وأنا أقول وراها اختفى الترجمة. Great. Just my luck. ما شوف من بيشبك. آه. أحس بيشبك ذي. ما في سيف. تكفى تعبت أنا خلاص. خلاص نبيلي يا أخوي. المنطقة غثيثة بعد تكفى يا شيخ. اخذ السيف بلاتيني. هلا والله من اللي جاب البلات. اهين المنطقة الزفت. طيب اهين المنطقة الزفت. عشق اسلحتك عشق الخردة اللي معك مو بالاسلحة. الله المستعان الله المستعان. اه يا حمار الله ياخذ الحركة الغثيثة ليه التعشيق بالذا. لا 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 ما تطقها هي دقيقة. إنا لله هذا اللي ما حسبنا حسابه. أوه ما جاء شيء لا تسألني شلون. يلا الحمد لله هذول ما وصلهم الدودي للحين متأخرين العيال. أوكي الحمد لله أني ما أشخطها بالغلط. الحين مطولين في ذا المنطقة أذكرها غثيثة يعني مرة. لا والله متى كانت غثيثة يوم في الهارد. اذكر زمان اني قد ختمت اللعبه بالهارد الكلاسيك اقصد. كانت غثيثه مره ذا المنطقه اعوذ بالله. طب هو الحل اللي لازم نسويه انه لازم نعكس بين السيفين. هنا نحط البلاتس وهناك نحط ذا اتوقع. ما تانو انت يقول استناني يعني اتوقع. اوكي دقيقه الدرج اللي ورا شيء. هلا والله ويرم 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 يا ساتر يا ساتر الكثير من ويرم. كويهيترو خلاص اخر واحد انت مات اخوياك انت حتصقع المفروض على طول. ايه بس خلاص قضينا. يا هلا بي يا هلا بي. حط الذهبي المشكلة اصلا ملمحين لك حاطين اللون ورا الذا. اوكي بويس ايف جوت سمثينغ فور يو جايز. اوكي ضيع الشيء. لا يقطع.
Oh shit. Shoot. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? يو هذا طبعا يوم لعبنا إضافة ايدا هذا يوم طلعوا اتوقع من المختبر صح الظاهر انه يوم طلع You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it. The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? خلاص بيتحكم فيكم. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. ماشي. الله ياخذك ليتك تاخذها والله. Why are you? It makes me feel better. Let's just leave it at that. خلاص طس مسوي غامض. اوكي والله ما ادري اذا تسمعوني حاليا ولا المايك المفروض انه شغال. بس حرفيا صوت اللعبة راح. ما تدري ليه. يا عيال اللعبة فيها كراشات واجد. ليكم بسبة مود التعريب. لا يقطع التعريب ان كان كذا والله. يلا ها بنقعد نسمع صوت ريمون سالازير. اسلم يا شكله يا اخي شكله كان رجال اول. وش الحين شكله رخامة. هو يعني صدق رخامة. الى الان رخامة يعني بس. شوف يا الكلب اللي جنبه. من اول في الريميك ما كانوا مبينين وجههم. القضية السامية. هيك طعم الشغلة بسرعة نبي نقضى بسرعة لأن الصوت فككها والله يا رفيق اوكي Oh I miss you أسلم والله يا صعد ابن الذين ميستاك كيني جبت لكم صوتي كذا بدون ما يحتاج يلا عاد ما انت بصايلة مثلهم ان شاء الله خلاص طيب يا جماعة الخير هنا وصلنا نهاية الحلقة ان شاء الله كم استمتعتوا ومع السلامة